بسم الله الرحمن الرحيم، مين اللي هيجي لنا دلوقتي؟ وصال؟ أنا من حقي أقول آه وأقول لأ، حتى لو كنت كبرت، حتى لو فاتني قطر الجواز، بالعكس ده أنا عشان فاتني قطر الجواز من حق أختار البني آدم اللي أقضي معاه بقية عمري، راجل أحبه يحبني، مش واحد يعاملني على إني بضاعة بايرة، صحاب عايزين يتصرفوا فيها بأي طريقة إن شاء الله حتى بنص تمنها. بس اهدي شوية، اهدي يا حبيبتي، أنتِ محدش هيقدر يجبرك على حاجة أنتِ مش عايزاها. مش عاوزة أتجوز. أنا مش عاوزة أتجوز. أنا ما في راح فرح أروحه عند أهلي اللي يسموني بكلام زي السم. إمتى هنفرح بيكي بقى؟ والله نفسنا نفرح بيكي، ده أنتِ حلاوتي خالص، تصوري ده أنتِ أصغر من العروسة. أصغر من العروسة إيه الكدابين؟ ده أنا ببقى أخل في العروسة. أنا مايرة، أنا عارفة إن أنا مايرة، أنا مش هبلة. يا رب أنا مش عايزة حد يجاملني، أنا دول مش بيجاملوني، دول بيذبحوني. يا رب أنا عايزة تسفح حالي. على فكرة أنا مش هقعد عندك، أنا بكرة هشوف أوتيل أقعد فيه. إيه البواخة بتاعتك دي؟ قلتلي ايه اللي هتقعدي فيه وبيتي مفتوح؟ اتجننتي بقى ولا ايه؟ يلا يلا قومي معايا علشان ناكل لقمه. يلا حضرتك. لا لا اكل لا، انا مش هقدر افتح خالص، انا اصلا مش قادره ابلع، وان السلم كمان فظيع، وحكايه الاسانسير اللي عملوا له مفتاح ده. لا لا دي حاجه هبله بسيطه، يعني مش مشكله يعني. والله حاجه هبله بسيطه، وانا شايفه الورقه اللي معلقينها في مدخل العماره الهبله البسيطه دي. في مهندس كان عرض عليا ان انا اشتغل معاه في مكتب هندسي بعد الظهر يعني، بس انا طبعا ما اديتش الموضوع ده اي اهميه. انا ممكن اكلمه لك، على فكره بيدوا مرتبات كويسه قوي يا فاتن. انا فكرت في الشغل بعد الظهر، بس هسيب الولاد لمين؟ هما انتي ولادك صغيرين، ما يعملوا حاجتهم بنفسهم. لا لا لا، هي في ثانويه عامه وهو في اعداديه، انا مش عايزاهم يفكروا في اي حاجه غير مذاكرتهم. امسحي دموعك بقى، هعمل لك كوبايه شاي. انما ايه، ما حصلتش باين على اي حاجه؟ لا ولا حاجه، عشان الولاد مش باين. انا مبسوطه قوي يا طنط وصال ان حضرتك اخيرا هتقعدي معانا كام يوم. انا قعدت اترقى فيها انها تيجي تقعد معانا كام يوم بعد ما جده راح عند طنط نادية. اه والنبي يا طنط وصال، احسن حضرتك ما تعرفيش، مروح جده عند طنط نادية ده وقف علينا احنا بخساره والله العظيم. خساره ايه يا بنت انت؟ اصل يا طنط وصال ان شاء الله الشهر ده هيجي لنا فاتوره تليفون قد كده من 6 ارقام من كتر التليفونات اللي ماما بتعملها لجده. هقص لسانك 6 متر. لا لا لا، طب خلاص اقول لحضرتك انا اخش اغير هدومي وانزل اجيب الكتاب اللي نزل جديد في الكيمياء من المكتبه اللي في اول الشارع. مفيش نزول بالليل. ليه يا ماما؟ هو انا عيله صغيره؟ انا اللي هنزل اجيب لك الكتاب. يا ماما كل البنات بينزلوا يجيبوا حاجتهم لنفسهم يا ماما. بقول لك ايه، مفيش نزول يعني مفيش نزول. اتفلقي يا بابا. يا رب استر. الو، ايوه مين؟ مرشدي. ايوه في حاجه؟ انا بس بطمن عليكي وعلى الاولاد، كلكم بخير؟ طب الحمد لله. مش ناقصكم اي حاجه؟ قول يا فاتن. قولي، هو انا غريب عنك؟ طب ماشي، وانت صحتك عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. انا هبقى اجي ازوركم، اصل وحشني فنجان القهوه اللي سكره زياده قوي. سلميلي على الاولاد، مع السلامه، مع الف مليون سلامه. غريبة يعني ان مرشدي يفتكركوا دلوقتي. الحقيقة انا اتفاجئت، كان نفسي ارزع في وشه الباب لما شفته، بس ده ابن عم ابوهم، ما رضيتش احسس الولاد باي حاجة. يمكن يكون ربنا هداه وعايز يرجع لكم حقوقكم. تفتكري فجأة ضميره صحي وعايز يرجع لنا حقوقنا كده؟ ليه لا؟ بس هي عموما فرصة، مفروض ان انت تستغليها، فتحيه بقى في الموضوع. تفتكري ممكن تجيب نتيجة؟ بصي انت هتحاولي، فشلت المحاولة انت مش خسرانة حاجة، نجحت فلوسكوا رجعت لكم. يا ريت يا وصال،
انا كتير قوي حاولت اقنع سالم ان فلوس الارض اللي ورثها عن ابوه يحطها في البنك وفوائدها هنستفيد منها، بس اصر يشتري لي الشقه دي بنص المبلغ والنص التاني شارك بيه مرشدي في المصنع. غلطه عمره. تتصوري ما غيرتش ولا حاجه في الشقه دي، ولا عفش ولا تابلوهات ولا اي حاجه من ساعتها. ده انا حتى هدومي ما غيرتهاش من ساعتها برضه. ولا بيبان، الموضات بترجع تاني. خليها على الله، انا متفائله وحاسه ان ربنا هيبقى معاكي. يا رب. اهم حاجه الطلبيات الجديده كلها هتتسلم في مواعيدها. احنا مش شغالين 3 ورديات في ال 24 ساعه، غير ان الماكن ما بيسرحش غير 3 ساعات بس في اليوم. عموما لما الماكن الجديد يجي ويركب ويشتغل هتتحل المشكله. لو في اي حاجه ابقى بلغني على طول. حاضر. ازيك يا سلام؟ معقوله؟ روح انت يا معوض. ازاي حضرتك؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مش كنت طيب تبلغينا انك هتشرفينا؟ ممكن تقول لي فين مكتب والدك؟ ده ايه النور ده كله؟ انا كمان بقول المصنع منور كتير قوي كده ليه؟ متشكره قوي. مش كنت تقول انك جايه عشان كنت افرش الارض رمله؟ رمله ايه؟ ده انا كنت فرشتها ياقوت ومرجان ومديت على ايدي النور من هنا لحد بيتك يا ست ستات. متشكره قوي. طب ما تتفضلي تقعدي يا طنط. شكرا يا سلام. اجيب لحضرتك حاجه تشربيها؟ لا شكرا. لا لازم تشربي، ده انت ابو الكرم كله. سلامة، ابعت حاجة ساعة الباش مهندس وقول لي بس كورتيرا ما تدخليش حد دلوقتي وما تحاوليش مكالمات عشان أعرف أتكلم أنا ومراتي المرحوم الغالي على راحتنا. حاضر يا بابا، بعد إذن حضرتك. اتفضل. يا سلام يا سلام، ده احنا حصلت لنا البركة. أنا مش هاخد من وقتك كتير، مش هعطلك. واحنا ديك الساعة؟ أنا عارف تجاري. عارف؟ طبعاً. أنا كان ضميري بيأنبني السنين اللي فاتت دي كلها على اللي حصل مني، وقوله لك سوفي منك كنت جيت خبطت على بابك وقلت لك شبيك لبيك، أنا تحت أمرك يا ست ستات. خبر ده، أنت ريحتني من كلام كتير قوي كنت عايزة أقوله لك. والحمد لله، زي ما شفت بنفسك الورشة الصغيرة كبرت وبقت مصنع كبير. الوردية الواحدة شغال فيها 50 عامل ومش ملحقين على الطلبات. ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب. أنا برضو قلت لنفسي كده، أكيد ربنا بيبارك لي في الشغل عشان خاطر مرحوم وولاده. مرشدي أنا مش عارفة أقول لك إيه. أنت ما تقوليش حاجة يا ست ستات، ده حقك وحق ولادك ولازم تاخديه. أنا مش عايزة غير المبلغ اللي اداهولك المرحوم من 10 سنين عشان تعملوا المصنع، 100,000 جنيه. هو صحيح المرحوم خدش عليا ورقة بالفلوس اللي اداهالي، إنما يعني إحنا ما كانش في بينا وبين بعض ورق. عموما يا ست ستات، اللي أنت عايزاه هتاخديه وبالأرباح كمان لو حبيتي. لا أنا مش عايزة غير أصل المبلغ. أنت عارف سالم الله يرحمه ساب شغله وشاركك، كان نفسه يأمن مستقبل الأولاد زي ما يكون قلبه كان حاسس. ألف رحمة ونور عليه. بس الكلام مش هينفع هنا، أصل فيه كلام كتير لازم ناخد وندي فيه. خلاص انا انتظرك في البيت عندي اي وقت. لا ما بلاش البيت عندك، مش هناخد راحتنا، احنا نتقابل بره احسن. بره؟ بره فين؟ في اي مكان هادي نقعد فيه على راحتنا ونتكلم على رواقه. كازينو مثلا يعني؟ لا اسفه جدا ما اقدرش. ولا غريبه عنك يا ست ستات، ده انا ابن عم جوزك. لازم انت ما ترضاهاليش الناس تشوفني قاعده مع راجل غريب وانا ست ارمله، ممكن اي حد يلسن عليا بكلمه كده ولا كده،
انت اول واحد تخاف عليا من كلام الناس. هو في دي عندك حق، عندك العيب. خلاص نتقابل هنا في مكتب يوم الخميس الجاي بالليل. ليه بالليل؟ لا أبدا، علشان يعني بيبقى نهاية الأسبوع والشغل بيبقى خفيف ونقدر نتكلم على رواقه. إيه رأيك يا ست ستات؟ خلاص اللي تشوف. حاضر، اشربي الحاجة الساعة، اشربي مطرح ما يسري يمري. مرشدي بيه عنده اجتماع شغل ومش هقدر اوصلك بيه دلوقتي يا فتح بيه، لكن اول ما يخلص هديله خبر. مع السلامة. في حاجة يا جمالات؟ مع ألف سلامة. الله يسلمك، ميرسي أوي. شرفتينا يا باشمهندسة، مع السلامة. مرشدي بيه أنا عندي مشكلة ومحدش هيحلها لي غيرك. طب ادخلي. ايه مش عايز تشوفني ولا ايه؟ معقولة جلجل؟ الله، انا بس ورايا شوية شغل، وبعدين مش قلنا قدام موظفين لازم نبقى يعني. مين بقى الست اللي كانت عندك دي؟ وكمان منع التليفونات عشان ما حدش يقطع عليكم خلوتكم، وبتوصلها لحد الباب. دي مرات المرحوم ابن عمي، الف رحمة ونور عليه، الفاتحة على روحه. بسم الله الرحمن الرحيم ولا الضالين امين. شكلك كده مش مريحني. انت هتفضلي شكاكه كده على طول؟ ما هو انا عمايلك وعينك الزايغه. انا لا يمكن ابص لحد غيرك، انت ست الكل يا جلجله، ست الحسن والجمال. امال بقالك يعني ليلتين طفشان مني وما بسمعش منك حتى سلام عليكم. اعمل ايه؟ ام العيال. وانا مش هخلص من مشاكلكم، جاتكم القرف غوري من وش السعادي. اصنع هم مجيش من وراه غير وجع القلب. ايه يا سلامه يا ابني، انت هتقعد تنط لي كل شويه وانا مش هعرف ارتاح من الشغل شويه؟ انا قلت اجي اقعد مع طنط فاتن، هي مشيت. يا سيدي مشيت، وانت عاوزها تبات فين يا سلامه؟ الله الحق عليا، يعني انا كنت ناقصها وناقص مشاكلها هي واولادها. يا ريتني ما رحت ازورهم واسال عليهم، دي زي ما تكون ما صدقت. الله، وفيها يا بابا؟ حضرتك في مقام المرحوم عمي سالم، يعني لو ولاده عايزين حاجه ولا عندهم مشاكل انت اللي المفروض تشوفها. ايوه يا ابني، بس امك يا سلامه هتقول ايه لما تعرف حاجه زي دي؟ مين هيقول لماما بس ولا يعرفها؟ حتى توحه مش لازم تعرف. يعني انت شايف يا سلامه ان انا لازم اودهم واشوف طلباتهم؟ ودي عايزه سؤال. طبعا. ريحتني يا ابني، ريحتني يا سلامه. طول عمرك يا ابني تعرف الأصول والواجب، طالع لأبوك. ولا سلامة، انت مال وشك أصفر ومخطوف كده؟ أنا؟ ارحم نفسك مش شغل الليل ونهار يا سلامة. يا ابني ده المكان بيتعب وبياخد راحة. يا بابا الشغل كتير ما بيخلينيش أعرف أخد نفسي. تخلص شغلك النهاردة ومن بكرة تاخد أجازة لبقية الأسبوع. يا ريت، في طلبيات كتيرة جدا عندنا ولازم تتسلم في مواعيدها. منعول أبو الطلبيات، ده أنت أبني يا حبيبي. وأنت لو جررك حاجة يا ياض، الشغل هينفعني؟ أيوة يا بابا، بس الطلبيات بس دي إيه؟ هي كلمة أنا قلتها، هتاخد أجازة لبقية الأسبوع، يعني هتاخد أجازة لبقية الأسبوع، ولا عاوزنا أحلف عليك ما تهوبش تاني ناحية المصنع. إيه اللي أنت بتاخديه ده؟ ده مهدي ولا منوم؟ ما بيعملش حاجة يا فاتن، أنا متعودة عليه، ده مضاد للاكتئاب. اكتئاب إيه بس؟ ده كله عشان سمعتي كلمتين من طنط، لازم تفوتي لها، الست كبرت. لو على ماما مفيش مشكلة، أنت مش فاهماني، أنا غصب عني بتجيلي حالة لما بفتكر السبق الأهلي داخلينه عشان يجيبوا لي عريس، ببقى عايزة أبلع العلبة كلها. يا شيخة بعد الشر حرام عليكي، ده إحنا أحسن من غيرنا بكتير قوي. والله يا فاتن أنا حمد ربنا، هو أنا ناقصني حاجة؟ أنا مهندسة قد الدنيا وناجحة في شغلي جدا، هما اللي محسسيني ان انا ميته، ما دام مش متجوزه ابقى ميته. طب يعني انا كمان ميته؟ طب ما انا ارمله. الشر عليك، يا ربنا يخلي لك ولادك يا شيخ. ولادي هم ولادك ولا في حاجه تانية في دماغك؟ لا والله يا فاتن انا عارفه. هي الخلفه في السن الكبير خطر؟ يعني
دي نصيب، لازم تسيب الحكايه دي لربنا. وبعدين عايزه اقول لك حاجه، لازم تغيري فكرك كده شويه. عندك حق، انا سهرتك، انت عندك شغل بكره وانا هروح الشغل لوحدي، ما انت جايه معايا. تصبحي على خير. انا عارفه انك انت مش هتنامي، هشقر على الولاد وارجع انم معاكي. شيل الافكار السوداء دي من دماغك. دلوقتي بس فهمت انت زهقان من جدك ليه ومش عايزه معاك في الاوضه. والله كبرت وبقيت تتفرج على مجلات زيتي. تامر تامر، هذا الطفل بيرى هذه المجلات. طب انت بتضحكي، انا مش عارفه الطم ولا اصرخ ولا عيط ولا افرح ولا يحصل لي ايه. هما الولاد كبروا بس الظاهر احنا اللي مش واخدين بالنا. تامر تامر ما يبانش عليه حاجه. ازاي يعني تامر؟ انت عايزاه يبان عليه ازاي؟ والله العظيم ما انا عارفه، انا ابتديت اخاف على فرح. لا لا يا شيخ، فرح بنت، البنات ليهم نظام، بيبقوا كشين كده. انت فاكره زمان احنا كان شكلنا عامل ازاي؟ احنا زمان. المهم انت عملتي ايه في المجال؟ لا لا، سبتها زي ما هي، ما قربت لهاش عشان مش عايزاه يعرف ان انا شفتها لحد لما افكر هعمل ايه. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا فاتن؟ بعد كل اللي حصل ده مش عايزه تروحي له؟ اروح له ازاي اذا كان اساسا هو ما اعترفش ان هو اخذ من سالم قرش؟ فجاه عايزني اروح له المكتب واخد منه الفلوس ازاي؟ انت المفروض تبقي مبسوطه مش زعلانه. مبسوطه؟ بقول لك انا مش مرتاحه له خالص، انا قلبي كده مش مطمن، لا مرتاحه لكلامه ولا لتلميحاته ولا لنظراته ولا لاي حاجه. لا اصل الموضوع ده ما ينفعش فيه ولا تلميحات ولا نظرات ولا تبقي مستريحه ولا مش مستريحه. احنا نمشي ورا خطوه خطوه لغايه لما نتاكد من نواياه. بقول لك قلبي مقبوض من المشوار ده، قلبي مقبوض. معلش عشان خاطر حقوقك وحقوق ولادك تعالي على نفسك شويه. المكتب كتم كتمه فجأة، حاسه ان جالي هبوط. انت حاسه كده؟ فطست. الو، اهلا يا سيد بيه، طمني عملت ايه في النيابه؟ كل خير يا باشمهندس، نفذت كلامك بالحرف الواحد، والنيابه ما وجهتليش اي اتهام، يعني انا بقيت بره الموضوع. كل ده من دماغك اللي تتوزن بالذهب يا باشمهندس. بقول لك ايه يا هندسه، يبقى سلمني على المهندسه اياها دي بتاعت الشرف والامانه. حاضر يا سيد بيه، هبلغها. ومبروك مره تانيه، مع الف سلامه. سيد بيه الشربيني بيسلم عليك يا باشمهندسه، وبيقول لك ان النيابه افرجت عنه بدون اي ضمان، وما واجهتلوش اي اتهام في مخالفات البرج. ما واجهتلوش اي اتهام ازاي؟ ده البرج كله مخالفات. انت معرفتيش؟ مش اتضح ان سيد الشربيني بايع الارض اللي اتبنى عليها البرج بعقد ابتدائي بقاله اكتر من سنه؟ الراجل بقى اللي اشترى الارض دي هو اللي بنى وخالف، بعد ما استخرج رخصه باسم سيد الشربيني. سيد الشربيني بقى قدم عقد بيع الارض اللي هو باع بيه للراجل ده، واثبت ان ملوش اي علاقه بالبرج. النيابه بقى بعت تستدعي مالك البرج الحقيقي وبتستجوبه دلوقتي. ازاي بقى سيد الشربيني يكون بايع الارض ومش هو صاحب البرج، وقاعد بيشرف على مبانيه وبيبيع في شققه؟ ازاي؟ اكيد بيع الارض بعقد ابتدائي ده بيع سوري عشان يثبت ان ملوش علاقه بالحكايه، رغم ان التراخيص باسمه. ايوه بس ده تحايل على القانون. مين يثبت بقى؟ يعني ايه؟ يعني اكيد هو جايب خبير متمكن في الالعاب دي بالتحديد، هو اللي بيعمله كل الحاجات دي. بس حتى ده كمان مش هنقدر نثبته. ولا ازاي؟ قرار النيابه هيطلع بازاله الادوار المخالفه، وانا هقوم بازالتها بالقوه الجبريه. وقول لسيد الشربيني بتاعك
ان الحدوته بتاعتنا لسه ما خلصتش. وانا قلت له نكته ده ولا ايه؟ انا مش فاهم. يلا عبيط خليه يفرح شويه بس هيقع برضو. الو. ايوه ست وصال، ازاي حضرتك كده برضو تخرجي وتسيبينا وتسيبي البيت؟ خلاص انا والدتك هن عليكي بالشكل ده. لا انتوا اغلى ناس عندي في الدنيا بس انا مش فاضيه. هبقى اكلمك بعدين. مع السلامه. بتكلمي مين؟ بتكلميها مش كده؟ انا سبق ونبهت عليكي 100,000 مره انك ما تجيش ناحيه التليفون ولا تطلبيها. حصل ولا لا؟ ما هو ايه اللي مهان عليها تمسك التليفون مره واحده وتسال على امها؟ اسمعي، هي كلمه واحده، لو جيتي ناحيه التليفون مره تانية ولا طلبتيها هيكون اخر يوم ليكي في البيت ده، مفهوم؟ امرك ست هاني. ست دولت سلامتك يا ست هاني. تعالي استريحي. مش عارفه مالي. انا ضغط كده مره واحده. الف سلامه. الظاهر الضغط عالي عليه. اطلبي لي الدكتور اوام. حاضر يا ست اوام. صدقني يا باشمهندس كان نفسي اشوف المهندسه فاتن دي وهي بتسمع الخبر منك. ما تشوفش وحش يا سيد بيه. على الله تهمت بقى وتعرف ان مفيش فايده وسكه ابو زيد كلها مسالك. ولو ما همتش يعني هيحصل ايه؟ كان غيرها اشطر. انا قلت لك يا سيد بيه طول ما انا جنبك ما تحملش هم، حط في بطنك بطيخه صيف. انا مطمن وحياه شرفك. سيد الشربيني مدن بحالها ما تزهوش، تيجي حته مهندسه صغيره زي دي لا راحت ولا جت، بتسحب على النوتة من نص الشهر من الجزار والبقال وتهتني انا؟ لا. وبعدين بصراحه بقى انا مش فايق، انا داخل مشروع كبير قوي، مدينه سكنيه كامله في 6 اكتوبر، عايزه شغل جامد قوي. حكايه الاشتراطات بتاعه الارتفاعات والردود دي تخرب البيوت. انا دافع في الارض لوحدها 50 مليون جنيه. ما هو اللي زي الباش مهندسه دي فقر وعنطازه يا سيد بيه. يا سيد بيه انت طول عمرك شغلك ونشاطك في القاهره والجيزه، بنقدر يعني نمشي مصالحنا، لكن مدينه 6 اكتوبر دي العين جامده عليها قوي، ما بيسمحوش فيها. هو مين اللي يسمح ما يسمحش؟ لا حبيبي، انا سيد الشربيني، اللي ما يجيش بالهدايا والفلوس يجي بطريقه تعليل يا بطه الدقه على الدماغ، واللي ما يجيش بالطريقه دي ولا الطريقه دي يجي بطريقه حوريني يا طيطه ودنك منين يا جحا، ويوم الحكومه بسنه وكله مصلحه. ولا ايه رايك يا هندسه؟ انا رايي يا سيد بيه نهدي اللعب شويه، العين بقت جامده علينا قوي اليومين دول. لا انت بقيت تتهز بسرعه يا باشمهندس، انت كنت زمان غير كده. فينك يا باشمهندس؟ ده انت كانت المشكله اللي تعصلك مع الناس كلها، كنت انت تقعد تفنن وتخترع لها التصريف اللي هو. انت بقيت تخاف يا باشمهندس من ساعه ما سمنت وجيوبك امتلت فلوس، حته مهندسه صغيره زي دي تخليك تمشي تبص وراك؟ ما كانتش العشم يا هندسه. انا مش قصدي يا سيد بيه. قصدك ايه؟ انا بقى هشوف لي واحد تاني نفسه يشم ريحه البواكي، اللي عشان خاطر البواكي يرمي روحه في البحر. خلاص يا سيد بيه، انا من ايدك دي لايدك دي، شوف انت عايز ايه بالظبط وانا والحبايب كلهم تحت امرك. تعجبني يا هندسه، هو ده الكلام الحلو الجميل. هلا قول لي ايه اخبار الراس الكبيره؟ بقاله مده يعني ما اتصلش بالتليفون ولا اتكلم، هو زعلان مننا ولا ايه؟ الو. ايوه انا كويس. اتاخرت ده ايه؟ ميعادنا لسه فاضل عليه نص ساعه. طب يلا مش هتاخر، باي. ناري نارين ناري من جماله، ناري ناري. اسم الله اسم الله اسم الله الله الله. انت مالك يا اخويا كده متهندس ومتانتك وعلى سنجة 10 ودلق على نفسك ازازة ريحة غالية بحالها؟ اسمه فاش. فاش على فين العزم ان شاء الله؟ انا اصلا خيرية عندي ميعاد مهم قوي
ميعاد مهم. ميعاد شغل. لمعت الجوز ده؟ لمعته. وانت يا اخويا من امتى بقى مواعيد شغلك دي بتبقى بالليل؟ امال النهار عملوه ليه؟ لا، ما مواعيد بالليل دي مواعيد رجال الاعمال. والله ما انا فاهمه لك حاجه يا مرشدي. يا خير ايه افهمي بقى، كبري دماغك. جوزك دلوقتي بقى مرشدي بيه، رجل الاعمال. من هنا ورايح لازم البس واتشيك، ومواعيدي كلها تبقى بالليل، يعني من نص الليل ارجع وش الصبح. خلاص، رجلي على رجلك. انت جننتي؟ جني لما يلخبطك. ايه، هو انا مش قد المقام ولا مش قد المقام؟ ولا انا مش زي نسوان رجال الاعمال اللي انت بتقول انك رايح تقابله؟ لا بس انت ما بتعرفيش انجليزي. ما تحوش يا بنت، هتوح عمك عني. انا لا فاضلها ولا رقلها. ما تسيبيه ماما يشوف شغله. هم رجال الاعمال كده لازم يبقوا على سنجة عشر، وكل شغلهم بالليل. ماشي ماشي يا بنت مرشدي، خلينا ورا الكذاب. نوري نوري جدع بنت هتوح. انتم مستبقون. ماشي، تستاهلي واحدة أكبر منها كمان. لا، أنا الفلوس مقصرة معايا اليومين دول، خليها نقدي. أنا ناقصة دهب؟ عيني، مش خسارة فيك. على فين العزم؟ وانا خلصت من امك هتطلعي لي انت تفتحي لي محضر؟ ماشي. ده انا يا دوب الحق معادي. على فكره، اخبار ولاد طنط فاتن ايه؟ مين؟ انت ايه، مش هتروح تزورهم تاني؟ لا انا مش فاضلهم دلوقتي. على نور على نور على نور، خليك قاعد على نار. على نار على نار على نار. هتوحشني انا سولو. مع السلامة يا بابا. روق يا جميل، انا كمان لازم انزل دلوقتي، يا دوب الحق الدرس الخصوصي بتاعي. درس ايه يا بنتي اللي هتروحيه باللبس ده؟ ده ولا لو كنت رايحة صافة. تاني؟ انت ايه يا ابني، ما وراكش حاجة غيري؟ ما تشوف لك حاجة تشغلك شوية وتحلك عن سماي. الاسلوب اللي بتتكلمي بيه ده، بقول لك ايه يا سلامة، ما تشوف لك صاحب ولا اتنين من ايام المدرسة تخرجوا تروحوا ديسكو ولا حاجة وتحل عني بقى شوية. انا اللي بقول لك ايه يا توح، مفيش نزول بالشكل ده، مفهوم ولا لا؟ خش سلامة عني ياما، خلي الليلة تعدي. سلام، سيب اختك بقى في حالها. يعني هي بتعمل ايه ازيد من البنات اللي بيعملوه؟ ما كلهم يا اخويا بيتزوقوا وبيلبسوا. بس مش بالشكل ده يا ماما. يا اخويا انت كمان مش كفاية ملت بخت امك مع ابوك؟ ده انا عشت معاه في الفقر لحد ما بقى يكبش في الفلوس كده كبش، وبقى رجل اعمال قد الدنيا. راح مقعدني يا اخويا في البيت وماشي هو على حل شعره. خلاص استني عندك يا ست توحه، هدخل اغير هدومي وانزل اوصلك، وهستناكي في العربيه لغايه ما تخلص الدرس اللي بتقول عليه ده. وبعدين بقى في الليله دي يا ماما. يا ابني لسط عبده قاعد مستنيها تحت في العربيه، هيوصل اختك ويستناها ويجيب. باي باي يا ماما. سلام يا سلام. معقول يا ماما؟ معقوله تيجي في صفها بالشكل ده؟ ايه يا ابني، هي بتعمل ازيد من البنات اللي بيعملوه؟ ما كلهم بيعملوا كده. بقول لك ايه، انت يا واد عاجبك قعدتك دي؟ قصدك ايه؟ قصدي يعني ان انت كده تشوف لك عروسه بنت حلال وتقول لي بس عليها وانا هجوزها لك من بكره. انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. ليه بقى؟ ان شاء الله هتكون نفسك ولا هتكون نفسك؟ ده انت تشاور لي بس وانا يا ماما قلت لك مش عايز اتجوز دلوقتي. انا مش عارفه بس ابوك ما طلعلكش ليه يا اخويا؟ ده عليه زيغه في الرايحه والجايه، زي ما يكون عمره ما شاف نسوان قبل كده. بيقولوا عندنا في الشركه انها كلها شعر ويخصصوها. يا ريت يا اخويا عشان تتلحلح شويه ويرقوك ويرفعوا مرتبك. ده انت بقالك 10 سنين على الدرجه الثالثه. على الاسانسير وصل. مساء الخير. اهلا مدام فاتن، اتفضلي حضرتك. لا ميرسي قوي، شكرا يا حبيبي على الحنيه. ما تعمل لها نسخة مفتاح أحسن. تعال لي بعد ثلاث ساعات، أرجع ألاقيك واقف. ها؟ أنا برجع من الدرس تعبان.
مواعيدك مظبوطه بالثانيه. ما انت عارفني ما ينفعش اتاخر على الدرس الخصوصي، عايز انجح السنه دي. طيب هنسهر فين الليله يا قلبي؟ زي كل مره، بس ما ينفعش اتاخر طالما قاعد في البيت وبيتلكك. طب كام؟ اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ يا ارض احفظي معاليك، الفضلست كل. امال فين الموظفين؟ اديتهم اجازه عشان نتكلم عن راحتنا ونقول كل اللي احنا عاوزينه. اتفضلي عشاقة الانوار، يا الف مليون خطوه عزيزه. لا من فضلك ما تقفلش الباب. ليه؟ اذا سمحت والا هضطر امشي. خلاص تمشي ازاي؟ انت بس تأمريني وانا عليا التنفيذ. اتفضلي ارتاحي. في ايه؟ انت بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا. ندخل في الموضوع. يا ريت، علشان مش لازم اتاخر على الاولاد. شوف يا بنت ناس، انا عارف ان انت كنت زعلانه مني السنين اللي فاتت دي كلها، بس ده كان غصب عني. ما انت عارف خيريه مراتي وابوه زلط، ده غير انها كمان شريكتي في المصنع بالنص، وما اقدرش اعمل اي حاجه الا بموافقتها. على فكره انا مش عاوزك تجيبيلها سيره اي كلام يحصل بينا. لا انت عارف انا لا بكلمها ولا بشوفها. احسن برضو، قصدي يعني احسن ان كل واحده فيكم تبقى في حالها، وانا من ناحيتي خلاص انا قررت وحلفت يمين ربنا حاسبني على يوم القيامه ان انا هتكفل بمصاريف ولادك ومصاريفك انت كمان، والحمد لله الخير كتير. ايوه بس انا مش عايزاك لا تصرف عليا ولا على ولادي، انا عايزه فلوس جوزي اللي اديها لك بس. ما تستعجليش، انت مال طبعك حامي كده ليه؟ ماضي عينيك. اتفضلي. ايه ده؟ ده طقم تلات قطع، كوليه وخاتم وافيسيال. مش فاهم اي حاجه. ده عربون محبه بينا، ويبقى يوم المنى لو خليتيني ألبسك الكوليه ده بإيدي. أنت بتقول إيه؟ أنا مستعد أديكي نن عينيا، بس بشرط واحد. شرط إيه؟ نتجوز. نتجوز؟ في السر. نعم. مش عاوز أي حد يعرف، حتى ولادك مش لازم يعرفوا. أنا أسطول عمري بحبك وكاتم جوايا، إنما دلوقتي خلاص نطر على وشي، مش قادر أكتم حاجة تاني. أنا هديكي كل اللي أنت عاوزاه، هغرقك بالفلوس. يعني هو ده سبب اللي خلاك تيجي تزورني أنا وولادي، مش جوزي اللي جالك في المنام عشان يوصيك علينا؟ أنا ما كانش عندي مانع أعمل أي حاجة عشان أشوفك، ومال عينيا منك. انت اصلك ما تعرفيش انا بحبك ازاي. اوعى ايدك لاكسرها لك، انا بقول لك اهو. وماله؟ قطعيني حتت مش هقول لك حاجه، اضربيني. والمثل بيقول ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. ده انت من يوم ما اتجوزك المرحوم وانا بحسده عليكي، واقول لنفسي طول عمره حظه حلو قوي في كل حاجه، حتى في التعليم هو خد الشهادة الكبيرة وسابنا فرفر في الإعدادية. وأنا كنت فاكرة إنك أنت عايز ترجع لي حقي وحق أولادي. طول عمرك بتنهشه وهو حي، وعايز تنهشه وهو ميت. وانهشه ليه؟ وأنا يعني
طالبك في الحرام. حرمت عليك عيشتك. لا 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 ليه كده؟ ليه اللسان الطويل ده؟ انت هتلاقي راجل احسن مني يسطرك. انا مستورة قوي من غيرك والحمد لله، ولو كنت اخر راجل في الدنيا مش هتجوزك، لانك مش بني ادم، انت ديب سعران، ما عندكش ولا مشاعر ولا احاسيس ولا بتخاف ربنا. ماشي يا ست فاتن، وريني هتاخدي حق اولادك ازاي. حياة امي ما هتشوفي مني مليم واحد، واعلى ما في خيلك اركبيه. طب يا فاتن، طيب انا وانت والزمن طويل. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.